خلينا نروح للمهندس فرج عامر وبارك له على الاداء والفوز النهارده بالنسبه لنادي سموحه، وان كان برضو النادي المصري قدم اداء رائع ايضا في هذا اللقاء. الفرقتين الصراحه جريوا كتير، في فنيات عاليه جدا في المباراه، وبالتالي طبعا تغييره طبعا كابتن احمد سامي اللي في الاخر اعتقد انها كانت سبب كبير جدا لفوز سموحه النهارده في هذا اللقاء. باشمهندس فرج عامر تحياتي لحضرتك. الو باشمهندس، ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك يا باشمهندس. ازيك يا كابتن؟ منور ربنا، ده نور حضرتك، دايما بنستمتع بيك يا باشمهندس. عفو. مبروك لحضرتك النهارده، يعني اداء جيد لفريق سموحه وفوز وعوده مره سيادتك. اخرى للمركز الرابع. الله يبارك في سيادتك. الله يخليك ويبارك في سيادتك. رايك فنيا جميله جدا. رايك فنيا للماتش النهارده وبالنسبه طبعا للفوز. الماتش كان ماتش فيه نديه كبيره قوي، و يعني احنا كان يعني ممكن يعني نعمل نتيجه افضل كمان. احنا برضو ضيعنا جونين ثلاثه مهمين قوي في الشوط بدايه الشوط الثاني، لكن الحمد لله المصري فريق كبير صحيح، واحنا كسبنا مكسب يعني مستحق، ودي خطوه كويسه قوي قوي قوي، وده يخلينا نطمع في حاجه احسن من المركز الرابع لو الدنيا مشيت معانا. يعني طيب، يعني دلوقتي يا باشمهندس يمكن بعد الماتش اللي فات وفوزكوا ايضا في المباراه الاخيره قبل المباراه اليوم، كان النادي سموحه في المركز الرابع. معايا يا باشمهندس؟ معايا يا باشمهندس. فين؟ طيب على مهلك. خلاص. اتفضل مع سيادتك. يعني وجود السموحه في المركز الرابع ومطالبه حضرتك بالوجود في الكونفدراليه وفكره حق نادي سموحه في تواجده في هذا المركز. والله اتمنى ان اتحاد الكوره يحس بينا طبعا، لان احنا يعني ما الموضوع خلاص يا باشمهندس، يعني اصل طب اعمل ايه؟ طب هبدا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يعني قمه الظلم. قمه الظلم طبعا، قمه الظلم. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فوضت امري الى الله. بس ولو حد ظلمنا ربنا ينتقم منه، ولو احنا بنتضايق عليه ربنا ينتقم مننا. بس يعني يا باشمهندس انا بس السؤال اللي هو حضرتك، احنا كلنا عارفين او تم بعت اللائحه بالنسبه للانديه او ارسال اللائحه بالنسبه للانديه، وفيها هذا البند ان وقت ما اتحاد الكوره يقول ان اتحاد افريقيا عايز القوائم بيبقى على هذا الاسبوع. اتفضل يا دكتور. والله يعني انا زي ما قلت لك، حتى لو احنا ماضيين طبعا في البدايه او كده، يعني يعني دايما الحق اولى بان صاحبه يهضم. تعالى بص، الحق اولى ان صاحبه يهضم ايا كان، لان دي يعني حاجات اذعان اذعان، يعني دي يعني جنود كلها اذعان. خدت يلا يا دكتور، يلا يا دكتور، ايه؟ يلا تعالى يا دكتور. الو الو، معاك يا باشمهندس، اتفضل كمل مع حضرتك. بس هو لا خلاص، انا هو مع سيادتك، دي شروط اذعان مهما حصل، دي شروط اذعان. نعم معاك يا باشمهندس، معاك يا باشمهندس. ما فيش اي اجراء الباشمهندس او بنادي سموحه ياخده في حاله طبعا تفنيش الدوري في المركز الرابع؟ نعم، ما فيش اي اجراءات ممكن نادي سموحه ياخدها بحيث ان هو تظلم لاتحاد الكوره. ولو ما وافقناش هنبعت للكاف، ولو ما كانش يبقى للفيفا، واللي فيه خير ربنا يقدمه ان شاء الله. يا باشمهندس يعني شايف مين نجم السموحه النهارده في المباراه؟ الهاني سليمان نمره واحد، محمود عزت نمره اثنين، وبعدين طبعا كابو ومحمد عبد القادر. كابو تغييره هايله 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 طبعا طبعا طبعا. هو دايما احنا عندنا اوراق الكابتن، يعني الحمد لله ربنا موفقه بينزلها في توقيت سليم، بتغير معانا المباراه. صحيح. وبعدين ما بيكونش يعني الفرقه اللي بتلعبنا واخده بالها منها. صحيح. فهو يعني كان تغييره هايله، كابو ده كان في دماغه ان هو ينزله اخر تلت ساعه. نعم مظبوط مظبوط، التغييره كانت في توقيتها. مظبوط مظبوط يعني كابتن احمد سامي، يعني هو بص لما الفرقه اللي قدامنا تتعب ينزل ايه؟ كابو، فيتفوق عليهم في السرعه. فكان متوقع ان تحصل حاجه والحمد لله. برافو كابتن احمد سامي. طيب بالنسبه لمصطفى فتحي خلاص هيرجع الزمالك، وايضا احمد عبد القادر خلاص الرجوع للنادي الاهلي، مفيش اي تفاصيل اخرى؟ يعني ويخلق ما لا تعلمون، ما نعرفش يعني احنا بنحاول، لكن هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، وربنا يعني يكتب لهم التوفيق ويكتب لنا التوفيق. يعني واحنا لازم نتعامل مع هذه الامور بواقعيه شديده جدا. اذا قرر الزمالك والاهلي انهم ياخدوا لاعبين، احنا ما عندناش مشكله، واحنا طبعا بفضل الله قادرين ان احنا نوجد عناصر ثانيه جديده تشغل، تكون حديث المجتمع برضو. احنا بقى لنا كذا سنه بنعمل الكلام، بقى لنا كذا سنه احنا بنجيب لعيبه بيبقى بعيده عن الفورمه، وان هي بعد كده بتوصل لمستوى كبير. بس المره الجايه احنا جايبين لعيبه
اللعيبه دي من سموحه، من سموحه، او يعني مش اعراض. خدت بسيطك، مش اعراض. تمام. نعم. بس كل التوفيق ليكم يا باشمهندس، كل التوفيق ليكم، وان شاء الله يعني الامور بالنسبه لنادي سموحه ماشيه السنه دي رائعه،